صار واضحا لديكم كيف ان حوزه النجف وكيف ان مراجع النجف وكيف ان مفكري النجف وخطباء النجف كيف انهم يفكرون وكيف انهم يعتقدون مضمونهم العقائدي وعلاقتهم العقائديه بإمام زمانهم صارت واضحه لديكم من زمان شيخهم الطوسي الى يومنا هذا وكل ذلك قد عرضته بين ايديكم بالحقائق والوثائق. هذه حجه عليكم كي لا تتبعوا هؤلاء في دينهم كي لا تاخذوا عقيدتكم منهم لانهم سياخذونكم الى الضلال. اقرا عليكم جانبا من حديث امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يعرفنا بمواصفات ومنازل الامام المعصوم امام زماننا امام كل زمان من الأزمنة المتقدمة. هذه مواصفات رسول الله. هذه مواصفات أمير المؤمنين. هذه مواصفات الصديقة الطاهرة. هذه مواصفات الحسن والحسين. هذه مواصفات التسعة المعصومين من ولد الحسين هذه مواصفات قائم ال محمد هذا هو الامام المعصوم الحديث طويل طويل وقد شرحته شرحته كاملا في سالف الايام شرحته كاملا وبشكل مفصل اكثر من مره فيما تقدم من السنين ولكنني اخذت العديد من مقاطعه وشرحتها في برامجي المختلفه ساخذ جانبا من هذا الحديث الرضوي الشريف اقرا عليكم من الجزء الاول من الكاف الشريف وهذه الطبعه طبعة دار الأسوة طهران إيران الحديث الرضوي يبدأ في صفحة 222 باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته إنه الحديث الأول بسنده عن عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع الرضا صلوات الله عليه الحديث طويل امامنا الرضا يقول في جانب من هذا الحديث الشريف فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام حتى يتحدث هؤلاء بهذا الهزال وبهذا السخف فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام او يمكنه اختياره لأن الذي يمكنه اختياره لا بد أن يكون عارفا بالخلائق طرا وعارفا بحقيقة الإمام وحينئذ يستطيع أن يختاره فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات 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 هذا التعبير يستعمل لاستبعاد الأمور واستحالتها لا يمكن أن تتحقق فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام او يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول ضلت العقول اذا وصلت العقول الى فنائه ضلت ضلت تساقطت كل حساباتها وانحرفت كل تصوراتها ضلّت العقول والعقل هو أعلى مستوى من مستويات الإدراك عند الإنسان أعلى مستوى من مستويات الإدراك عند الإنسان الطبيعي عند الانسان الذي ليس مصابا بالامراض النفسيه والعقليه والجسديه التي تؤثر على العقل والنفس ضلت العقول وتاهت الحلوم الحلوم هي مرتبه اعلى في مراتب العقول بعد ان تكون العقول قد اشبعت علما فقد يكون العاقل عاقلا لكن علمه قليل فهذا العاقل الذي يكون علمه قليلا لن يكون حليما بتمام معنى هذا الوصف اذا ما وصف بالحلم سيكون الوصف وصفا متسامحا فيه الحلوم هي العقول التي اشبعت علما في الكافي الشريف لما ناتي الى الصفحه الثالثه والخمسين باب صفه العلماء الحلم يفترض ان يكون قرينا للعلم للعلم الحقيقي هكذا يكون التكامل في العلماء الحديث الاول لا اريد ان اقرا الاحاديث بكل تفاصيلها وانما اذهب الى موطن الحاجه فقط فيما يرتبط بعلاقه العلم مع الحلم امامنا الصادق يقول اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار فالحلم قرين العلم الصادق هكذا يقول: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار من الباب نفسه في الصفحة الرابعة والخمسين الحديث الرابع عن إمامنا الرضا إن من علامات الفقه والفقه هو العلم الفقه هو علم القران وعلم حديث العتره هذا في ثقافه اهل البيت الفقه الان يطلق على الفتاوى والاحكام الفتاوى والاحكام في حاشيه الفقه الفقه حقائق القران وحقائق معارف اهل البيت. ان من علامات الفقه الحلم وصمت. هناك اقتران ما بين الحلم والعلم. في الصفحة الخامسة والخمسين من الباب نفسه عن امامنا الصادق يقول: كان امير المؤمنين صلوات الله على أمير المؤمنين وعلى الصادق المصدق. إمامنا الصادق يقول: كان أمير المؤمنين يقول: يا طالب العلم إن للعالم ثلاث علامات: العلم والحلم والصمت. هذه علامات العالم. الامام يتحدث عن العالم الحقيقي له عن سفهاء النجف هؤلاء ما هم علماء العلماء علماء قران محمد وال محمد علماء حديث العتره المفهم بقواعد تفهيمه هؤلاء هم العلماء لا اولئك الذين يكرعون في غذارات ونجاسات العيون الكدره الناصبيه يا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات العلم والحلم والصمت وهذا الامر في الانسان هو مظهر من مظاهر اقتران العلم والحلم في صفات ائمتنا وفي صفات الحقيقه المحمديه وفي صفات الله سبحانه وتعالى. نحن نقرا في هذه الليالي في دعاء الافتتاح الدعاء المروي عن الناحيه المقدسه اقرا عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا نقرا في هذا الدعاء الحمد لله على حلمه بعد علمه هذه حقيقه اقتران الحلم مع العلم الحقيقي لا مع السفاهه التي عند مراجع النجف الحلم هذا غير الحلم الذي قد يكون متوفرا عند جاهل من الجهلاء هذا حلم يكون فيه العقل في اعلى درجاته بعد ان يكون العقل قد اشبع بالعلم وكل هذا وكل هذا مظهر اصله هنا الحمد لله على حلمه بعد علمه. أعود إلى حديث إمامنا الرضا: ضلّت العقول، وتاهت الحلول، ضلّت اختلطت أدلتها وتساقطت حججها فما بقي في يدها شيء تستطيع ان تستدل به او ان تصل من خلاله الى ما تبغي ضلت العقول وتاهت الحلوم واما التيه فان الحلوم برغم ان اصحابها قد تشبعوا بالعلم وقعت الحلوم في متاهة في حيرة من امرها لا تعرف من اين تبدا ولا تعرف اين تنتهي وتلك هي المتاهة ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الالباب الالباب جمع للب واللب اعلى من الحلم انه زبده العقل حينما يكون العقل مشبعا بالعلم الحقيقي ويصل العقل إلى أعلى مراتبه إلى مراتب الحلوم إذا ما أطال التفكر والتدبر وذهب في التمعن والتفهم وغاص في دقائق الأمور قطعا مع التوفيق فان العقل سيصل الى هذه الدرجه هذه خلاصه العقول لباب الاشياء خلاصتها حين اقول لباب الحليب زبده الحليب لبابه زبدته النقيه الصافيه لبابه حين اخذ فاكهه الرمان واستخرج عصيرها المركز النقي الصافي لباب الرمان اللباب الخلاصه الصافيه اللب خلاصه العقول والحلوم ومن هنا جاء الترتيب هذا الترتيب لم ياتي جزافا الروايه ضعيفه هذه بحسب الخوئي بحسب محمد باقر الصاد بحسب اسيستاني هذه الروايه ضعيفه السند بهذا الغباء وبهذه السفاهه وبهذه الجهاله بموازين علم الرجال وموازين علم الكلام غطسوا في جاهليتهم ولم يعرفوا امام زمانهم لانهم ينكرون هذه الاحاديث يضعفونها ولا يجعلونها اساسا لمعرفه امام زمانهم هذا هو منهج حوزه النجف أنا لا أكذب عليهم هم يتابعون برنامجي هذا صدقوني بشير النجفي الذي عرضت قبل قليل الفيديو الذي يتحدث فيه هو يتابع البرنامج مع تلامذته يتابعه وبقية المراجع كذلك جميعهم يتابعون هذا البرنامج، أنا لا أكذب عليهم الذي أتحدث به هو حقيقة دينهم وحقيقة معرفتهم لإمام زمانهم، هذه هي عقائدهم ضلت العقول وتاهت الحلوم وحاره الالباب وخسئه العيون خسئه العيون ان تقترب من فنائه هذا التعبير هو هو تعبير القران في سوره الملك في الايه الثالثه والرابعه بعد البسمله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت التفاوت هو الفساد هو الاختلال هو عدم التناسب والاتساق في هندسه الكون وفي نظام العلائق بينما خلقه سبحانه وتعالى هذا هو التفاوت الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ الفطور هو العيب، هو النقص، هو الخلل. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ كرر النظر، وكرر التدبر، وكرر التدقيق، هل في خلقه من نقص في نظامه؟ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين وكرر ينقلب اليك البصر خاسئا ذليلا وهو حسير وهو حسير في حالة من الانقطاع في حالة من الفشل من عدم القدره على ان يعثر هذا البصر وهذا النظر على عيب في دقه صناعه هذا الكون الذي خلق سبع سماوات طباقا سبحانه وتقدس وتنزه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير خاسئا ذليلا منكسرا لأنه لم يدرك شيئا وخسئت العيون خسئت خسئت العيون ان تقترب من فناء معرفته. من عرفنا فقد عرف الله. فهل تقترب العيون من فناء معرفه الله؟ لا تدركه الابصار. فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام؟ أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلّت العقولُ وتاهت الحلومُ وحارت الألبابُ وخسئت العيونُ وماذا بعد يا أبا الحسن الرضا وتصاغرت العظماءُ هل هناك من عظماء؟ يوصفون بالعظمة عظمة الإنسان في عظمة عقله في عظمة علمه في عظمة أخلاقه في عظمة ظاهره وباطنه عظمة العظيم من بني البشر هي هذه التي حدثتكم عنها وتصاغرت العظماء هؤلاء العظماء تصاغروا حينما وجهوا انظار عقولهم الى فناء معرفه امام زمانهم تصاغروا تصاغروا هذا التعبير تصاغروا اي انهم اخذوا ينكمشون شيئا فشيئا التعبير ضلت العقول هذه دفعة واحدة وتاهت الحلوم هذه دفعة واحدة وحارت الألباب كذلك وخسئت العيون كذلك مرة واحدة ولكن حين يأتي التعبير وتصاغرت العظماء هذا يعني انهم يصبحون صغارا فاصغر 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 تصاغر تفاعل وتصاغرت العظماء وماذا بعد وتحيرت الحكماء ما قالت الروايه وحارت الحكماء، لاحظوا الدقة في التعابير، ألا لعنة على حوزة النجف، ألا لعنة على علم رجالها، ألا لعنة على علم كلامها. لاحظوا الدقة في التعابير، حينما كان الحديث عن العقول والحلوم والألباب والعيون جاءت التعابير في مستوى واحد، ضلت العقول. وتاهت الحلوم وحارت الالباب وخسئت العيون لما جئنا الى الادميين الى اصحابها تغير الكلام وتصاغرت العظماء لان العقول والحلوم والالباب والعيون وسائل الذي يستعملها من صاحبها هم العظماء والحكماء ولذا فهي تضل تتيه تحير تخسأ اما هم لانهم يستعملونها وبنحو مكرر فكلما استعملوها كلما تصاغروا العظماء والحكماء تحيروا لاحظوا التعبير عن الالباب لانها وسيله وحارت الالباب لكن اصحاب الوسيله وتحيرت الحكماء يعني هم في حيره بعد حيره مثلما العظماء في صغار بعد صغار الصغار هو المهانه انها مهانه العظمه عند العظماء الحقيقيين. اية عظمة عندي او عندكم تتلاشى عظمتنا ان كان عندنا من عظمه تتلاشى عظمتنا في فناء امام زماننا عبدك وابن عبدك وابن امتك ابائي عبيدك يا ابن رسول الله وانا وابنائي عبيدك يا ابن رسول الله امهاتي وجداتي اماؤك يا ابن رسول الله وبناتي ونسائي اماؤك يا ابن رسول الله عبدك وابن عبدك وابن امتك المقر بالرق يا بقيه الله والتارك للخلاف عليكم الموالي لوليكم والبراء من اعدائكم هذا هو عبدكم الحر العامل في بيت يخاطب امير المؤمنين يتحدث عن امير المؤمنين واني له عبد وعبد لعبده وإني له عبد وعبد لعبده وحاشاه أن ينسى غدا عبده الحر يشير إلى نفسه الحر العامل هو محمد ابن الحسن العامل لقبه الحر معروف من أنه من أحفاد الحر الرياحي شهيد الطفوف هكذا يعرف عن هذه الأسرة في جبل عامل آل الحر من أنهم من أحفاد الحر الرياحي إنه صاحب الوسائل محمد ابن الحسن الحر الحر لقب العائلة العاملي واني له عبد وعبد لعبده وحاشاه ان ينسى غدا عبده الحره وتحيرت الحكماء الحكماء في حيره الحكماء هم الذين تنورت قلوبهم امامنا الرضا لا يتحدث عن النواصب هنا انه يتحدث عن شيعته عن اوليائه العظماء هنا هم عظماء شيعته من هم الذين نصفهم بالعظماء من الشيعه العظماء من الشيعه هم الاقرب الى امام زماننا هؤلاء هم عظماء الشيعه ان كانوا من الرجال ام كانوا من النساء ان كانوا من الشباب ام كانوا من الشيوخ اقرب الناس من الشيعه الى امام زماننا هؤلاء هم العظماء واذا اردنا ان نشخص مصداقا واضحا لهؤلاء العظماء انصار الحسين شهداء الطفوف هؤلاء هم العظماء الذين نسلم عليهم في زياراتهم ونخاطبهم من انهم طاهرون من الدنس هذه هي العظمه وانما صاروا طاهرين من الدنس ليس لاجل سواد عيونهم لانهم صاروا قريبين من حسين من مصدر العظمه في دعاء السحر الذي يقرا في هذه الليالي اللهم اني اسالك من عظمتك باعظمها وكل عظمتك عظيمه اللهم اني اسالك بعظمتك كلها اعظم عظمه الله اين تجلى تجلى في محمد واهل محمد نحن هنا لا نتحدث عن ذات الله ذات الله ليس فيها مراتب للعظمه لان المراتب تعني التركيب وذات الله ليست مركبه اللهم اني اسالك من عظمتك باعظمها اعظم العظمه محمد وال محمد فمن صار قريبا منهم صار عظيما لانهم اعطونا هذا الضمان من لزمنا لزمناه هذا ضمان واضع من محمد وال محمد صلوات الله عليهم من لزمنا لزمناه فمن لزم اعظم العظمه صار عظيما هؤلاء هم العظماء من هم العظماء سلمان الفارسي مثال واضح من العظماء جابر الجعفي مثال واضح من العظماء هؤلاء هم العظماء هؤلاء هم الذين تضل عقولهم وتتيه حلومهم وتحار ألبابهم وتخسأ عيونهم ويتصاغرون يتصاغرون يتصاغرون ليس صغرا صغارا صغارا فرق بين الصغر والصغار يتصاغرون صغارا وليس صغرا صغرا الصغير يقابل الكبير اما الصغار الصغار المذله والمهانه وخسئه العيون العيون خاسئه عيونهم خاسئه ذليله وعظمتهم مهانه وتصاغرت العظماء حينما يتوجهون بعقولهم وحلومهم والبابهم وحتى اذا ما توجهوا ببصائرهم تتصاغر عظمتهم لا أقول عند الإمام وإنما أقول تتصغر عظمتهم عند أفنية الإمام وليس في فنائه الخاص وإنما في الأفنية التي تحيط بفنائه الخاص هكذا يريد منا أئمتنا أن نعرف إمام زماننا، قارنوا 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 بين هذا الذوق وبين السفاهة التي سمعتموها من مراجعكم وعلمائكم السفهاء، قارنوا قارنوا نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليلة عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ان امر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في رجب عن الحارث بن المغيره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحه التي في شهر رمضان تكون ليله الجمعه لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء دخلوا في حيره بعد حيره من هم هؤلاء الحكماء الذين اخلصوا لله وتفجرت ينابيع الحكمه من قلوبهم على السنتهم هؤلاء هم الحكماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء تقاصرت شيئا فشيئا في كل مرة يزداد نقصهم ويزداد انكماشهم يتقاصرون ينكمشون شيئا فشيئا وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء الخطباء الذين هم خطباء بحسب الامام الرضا لا بحسب مراجع النجف لا كهؤلاء الذين عرضت لكم ما عرضت من تسجيلاتهم أو من فيديواتهم وحصرت الخطباء 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 كما يأتي هذا المعنى جميلا في عينية ابن ابي الحديد المعتزلي يخاطب امير المؤمنين انا في مديحك الكنون الكنون لا اهتدي انا في مديحك الكنون تتوقف القدره على الحديث أنا في مديحك الكنون، الكنون لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع. أنا في مديحك الكنون، الكنون لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع. إمامنا الرضا يتحدث عن مثل هؤلاء. لا عن مثل هؤلاء المضحكه الذين عرضت ما عرضت من احاديثه هؤلاء مسخره مسخره ومهزله يضحك عليهم الوهابيون والنواصب يضحك عليهم شباب الشيعه حينما يستمعون اليهم ويشاهدون تسجيلاتهم وما يبثون مما يقولون ان كان عبر الفضائيات او عبر الشبكه العنكبوتيه وحصرت الخطباء حينما يكون الخطيب في مثل هذه الحاله يكون عاجزا عن الكلام ليس قادرا ان يرتب العبائر لماذا؟ لماذا؟ لانه لا يملك صورة في ذهنه ليس هناك من صورة لذا فهو ليس قادرا ان يرتب العبائر عن أي شيء يتحدث فعقله في حيرة ومن هنا تصيبه هذه الحالة وحصرة الخطباء وجهلة الألباء مر علينا معنى اللب خلاصة العقل في أعلى مراتبه خلاصة العقول والحلوم وجهلت الألباء ليس هناك من علم ومن مجال للتعلم أبدا فإن الألباء قد غطسوا في جهلهم وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء سأعود إليه في حلقة يوم غد وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن أي شيء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله وكيف يوصف بكله او ينعت بكنهه او يفهم شيء من امره كيف يكون ذلك يا حوزه النجا يا حوزه السفاهه والغباء كيف تعرفين امامك؟ وما هذا بشيء من معرفه امام زماننا هذا وصف لحال الشيعه فانني لست في مقام الحديث عن معرفه امام زماننا انا اقرا الحديث الرضوي هذا وهذه العبائر تتحدث عن خيبتي وخيبه امثالي حينما تضل عقولنا وتتيه حلومنا وتحار البابنا وتخس عيوننا ونتصاغر اذا كنا من العظماء ونتحير اذا كنا من الحكماء ونتقاصر اذا كنا من الحلماء كل هذه القدرات هي قدرات عاجزه عن اي شيء عن وصف شان من شانه شان واحد او فضيله من فضائله وحق الحسين هذا الكلام في حاشية بعيدة عن فناء معرفة إمام زماننا عرفتم الآن لماذا أقول لكم لا تأخذوا دينكم من مراجع النجاة هؤلاء جهال جهلاء جاهليون لا يعرفون إمام زمانه عرفتم الان لماذا اقول لكم لا تاخذوا دينكم من خطباء المنبر الحمير لانهم حمير لانهم حمير اذا كان العظماء الحقيقيون يتصاغرون والحكماء الحقيقيون من اولياء اهل البيت يتحيرون والحلماء الحقيقيون يتقاصرون فما قيمه هؤلاء الاغبياء السفهاء الغاطسين في قذارات النواصب، ما قيمة هؤلاء؟ هؤلاء لا يستطيعون ان يعرفوا امام زمانهم، ولذا اقول لكم دائما طعامهم حرام، ابحثوا عن الطعام الحلال، اتحدث عن طعام العقول والقلوب، طعامهم نجس حرام. ابحثوا لكم عن طعام نظيف محلل طيب لعقولكم وقلوبكم ومن هنا بسطنا لكم مائده القمر فاهلا وسهلا بكم اذا كنتم تريدون ان تطعموا من طعامها وقت الحلقه انتهى نلتقي غدا ان شاء الله تعالى كي نكمل ما لم نكمله في هذه الحلقة، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله